الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع في مساق اقتصاديات الموارد والبيئة العنوان الأرض واستعمالاتها، Land and Land Use. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم جميعا أحبتي، وعلى بركة الله نبدأ. الأرض مورد لا أحيائي متجدد وقابل للتحول في الاستعمال، لكنه غير متحرك وغير قابل للتولد. إذن الآن يجب أن نفرق بأنه متجدد من حيث الاستعمال، لكنه لا يمكن أن يتوالد كبقية الأشياء، يعني الكائنات الحية مثلا. يأتي هذا المورد اللي هو مورد الأرض في مقدمة الموارد الطبيعية، لكنه مورد ينظر إليه معظم الناس على أنه من قبيل تحصيل الحاصل. سبحان الله، ولا يمكن للإنسان بدون هذا المورد أن يتطور ولا أن يصل إلى ما وصل إليه. ينظر علماء الموارد والبيئة إلى توافر مورد الأرض بشكل آني مع موارد المياه العذبة. من غير موارد عذبة الأرض لا قيمة لها. فباعتبارهما، أي المياه العذبة والأرض، عنصرين متممين لبعضهما البعض في إطار حاجة البشر إليهما. ولا يمكن للإنسان أن يوجد بدون أرض يقف عليها ويستعملها في بناء مستوطناته البشرية ومصانعه ومزارعه التي تنتج له الغذاء. وبدونها لا يمكن أن يستخرج موارد أساسية، أو يستخرج بدونها لا يمكن أن يستخرج موارد أساسية كالمعادن والنفط والغاز. وبالملخص، يبدو الإنسان وطبيعة حياته كما ندركها الآن مختلفة بشكل جوهري بدون الأرض وتوابعها. تبرز أهمية الأرض والمياه كعنصرين متممين لا أحيائيين ومتجددين. أكرر بأن الأرض والمياه عنصرين لا أحيائيين ومتجددين، في أنهما يعملان كحواض طبيعي للموارد الأحيائية مثل النباتات الأرضية والمياه والأحياء البرية والمائية، والموارد اللا أحيائية كالمعادن والنفط والغاز. عند الحديث عن مورد الأرض في إطار الموارد والبيئة، لابد أن نحصر أفكارنا في موضوع استعمالات الأراضي ما أمكن ذلك، وخاصة فيما يتعلق بتطور استعمالها عبر الزمن، وربط ذلك بالموارد الطبيعية والبيئية بشكل محدد. وبسبب الأهمية البالغة التي يحتلها موضوع استعمالات الأراضي في أنشطة الإنسان المختلفة، وفهم كيف ولماذا وصلنا إلى هذه الحالة من الاستعمال، وجه علماء الموارد البيئة كثيرا من الجهود في دراسة التطور التاريخي لاستعمالات الأراضي. لابد أن نلقي نظرة سريعة على توزيع مساحة الأراضي اليابسة في المنطقة العربية حتى نتثقف بهذا الموضوع، والتي تشمل المسطحات المائية من غير البحار والمياه، ونسبة الأراضي القابلة للزراعة. وقد تم تقدير هذه المساحات خلال السنوات الثلاث الماضية، وتعتبر مؤشراً حول الاتجاه العام لتخصيص الأراضي المتاحة. انظروا الآن إلى هذا الجدول: المنطقة شبه الجزيرة العربية، العراق، بلاد الشام، مصر والسودان، المغرب، المجموع، ونسبة إلى العالم الآن. الجزيرة العربية 3 مليون، تقريبا 3,100,000 كيلومتر مربع. عدد السكان في الجزيرة العربية 68.43، تقريبا يعني نقول 69 مليون. الكثافة، كثافة يعني شخص لكل كيلومتر مربع، 22 شخص. نسبة الأراضي القابلة للزراعة 1.42 كنسبة مئوية، لاحظوني، من 3 مليون كيلومتر مربع فقط أقل من 2% منها قابلة للزراعة. في العراق وبلاد الشام مساحة اليابسة 742، أو أقول 743,000 كيلومتر مربع، أقل من مليون. عدد السكان تقريبا 74 مليون، هذه إحصائية سنة 2012 اعتقادي. والكثافة السكانية تقريبا 100 شخص لكل كيلومتر مربع. نسبة الأراضي القابلة للزراعة 12% فقط لا غير، أقل من 12.4%. مصر والسودان أقل من 3,000,000 كيلومتر مربع. عدد السكان 122 مليون. الكثافة، كثافة يعني شخص لكل، يعني كثافة الأشخاص عددهم لكل كيلومتر مربع تقريبا 43 شخص. ونسبة الأراضي القابلة للزراعة 5.4، وهذا شيء غريب جدا عن السودان ومصر اللي هي طبعا يعني النيل
روافد النيل ومجرى النيل يمر من هذين البلدين. المغرب العربي مساحته ليبيا طبعا وتونس والجزائر والمغرب تقريبا 6 ملايين مطروح يعني إلا شوي 5 ملايين و770 ألف كيلومتر مربع، عدد السكان تقريبا 93 مليون 92.5، الكثافة لكل كيلومتر مربع 16 شخص أكثر بشوي قليل، ونسبة الأراضي القابلة للزراعة وهي مفاجأة 3.32% فقط صغير، المجموع 12 مليون ونص تقريبا، يعني هذا بقدر أجبرها الآن 12 مليون ونص كيلومتر مربع مساحة الوطن العربي، عدد السكان 357 مليون، كثافة عدد الأشخاص لكل كيلومتر مربع تقريبا 29.67، ونسبة الأراضي القابلة للزراعة أقل من 4%، 3.7%. العالم إذا ما قرنا العالم، مساحة العالم كله 136 مليون كيلومتر مربع مع بعض الأجزاء البسيطة هنا، عدد السكان 7 مليارات و100 مليون، هنا الكثافة 52.13 لكل كيلومتر مربع، المساحة القابلة للزراعة أكثر من 10% بشيء قليل. لاحظوا الآن الفرق بين العالم والمنطقة العربية. دعنا نتابع الآن. أما الجدول أدناه فهو يحتوي بيانات شاملة عن تخصيصات الأراضي على المستوى العالمي، ويعود تاريخ أحدث التقديرات العام 2012 كما ذكرت قبل قليل، وهي آخر ما توصل إليه العلماء المختصون حول الموضوع. هذا الآن عندي المعلومات عن المساحات الكل اليابسة بما فيها البحيرات والأنهار والمستنقعات ما عدا البحار والمحيطات. سنة التقدير هنا 2012 كما ذكرنا قبل قليل 136 مليون كيلومتر مربع، بزيادة شيء بسيط جدا. هنا مساحة العالم، كثافة ذكرناها قبل قليل تقريبا 51 شخص لكل كيلومتر مربع، المساحة لكل 1000 شخص هذه 19 كيلومتر مربع 19.6، مساحة اليابسة التي لا تشمل البحيرات والأنهار والمستنقعات 130 مليون، هنا طبعا لا أتحدث عن بحار المحيطات، أتحدث لا تشمل البحيرات داخل الأراضي الوطنية والأنهار والمستنقعات 130 مليون كيلومتر مربع مع إضافة 120 ألف كيلومتر مربع هنا، مساحة اليابسة لكل 1000 شخص 18 مليون أو 19 مليون لكل شخص، يعني 18.8 كيلومتر مربع لكل 1000 شخص، اليابسة نسبتها إلى المساحة الكلية 95.6، مساحة المسطحات المائية غير بحار المحيطات تقريبا 6 ملايين كيلومتر مربع. هذه الآن كمان معلومات أخرى، أرجو الرجوع إلى كتاب اقتصاديات الموارد والبيئة لعبدالرزاق بن هاني ومحمد الرابلة حتى نستفيد أكثر من هذه الأرقام التي قد تستغرق وقت حتى أذكرها، لكن بإمكانك أن توقف هذا الشريط عند حيثما شئت وأن تراجعها شيئا فشيئا. دعنا نتابع الآن. من المساحة الكلية البالغة 136 مليون كيلومتر مربع تقريبا، نجد بأن كثافة السكان لا تزيد عن 51 شخصا لكل كيلومتر مربع، وهي كثافة عالية إذا ما أخذنا من الاعتبار حاجات الفرد من الماء والغذاء والسكن والزيادة الطبيعية على السكان. أما حصة كل 1000 شخص من اليابسة فهي لا تتعدى 18.8 كيلومتر مربع، وتبلغ حصة الأراضي الزراعية لكل 1000 شخص لاحظوا 7.1 كيلومتر مربع، وهذه المساحة ليست كافية لأن حاجات 1000 شخص من الحد الأدنى من الطعام والماء واللباس تتعدى قدرة هذه المساحة في الأمد الطويل. ومع تقديرات حجم الجريان جريان المياه الذي يمكن استفاد منه بحلول العام 2025 تكون الصورة أكثر تشاؤما مما تصوره العلماء، هنا حجم جريان المياه المقصود بها. من أجل توضيح الصورة بشكل جلي دعنا نعطي التعريفات التالية لتخصيصات الأراضي باعتبارها موردا طبعا أراضيها موردا طبيعيا أساسيا. هنا الأراضي المزروعة المحصولة بفعل إنساني بسموها cultivated land، وهي مساحة الأراضي التي تتم زراعتها بشكل معتاد بالمحاصيل المحلية أو المحاصيل التي تم تدجينها، ومن هذه الأراضي ما يترك للراحة كل فترة، وأخرى مثل أراضي محاصيل القمح والشعير.
أو التي تمر بدورات تناوبية بنوعية المزروعات مثل المحاصيل الصيفية البعلية، أو المزروعة بنوعيات دائمة من النباتات مثل الزيتون والتين والبلوط والكستناء وما شابه. إذا هذا أول نوع أو أول تخصيص للأراضي، الأراضي المزروعة المحصودة بفعل إنساني. هون الأراضي المغطاة بالغابات أو الأشجار الحرجية forest tree، وهي مساحة الأراضي المغطاة بأشجار الغابات والأشجار الحرجية ومغلقة على الاستعمالات الأخرى. الثالث الآن أراضي الأعشاب والمراعي grassland and pastures، وهي الأراضي المكسوة بالأعشاب والنباتات الصالحة للرعي البري أو المدجن التجاري. هنا الآن الأراضي الرطبة المبتلة wetland نسميها، وهي الأراضي القريبة جدا من مستودعات طبيعية من المياه أو المغطاة بالماء العذب بشكل كامل، أو التي يتوافر فيها وبعمق قليل كميات كبيرة من المياه العذبة. المستوطنات البشرية هذه الآن human settlement، وهذه الأراضي التي تم تخصيصها بفعل إنساني لأغراض تجميع الناس في مساكن وممارسة أنشطة الصناعية والتجارية وما شابه. الآن هذه تلخيص لتخصيصات الأراضي على المستوى العالمي: الأراضي المزروعة المحصودة بفعل إنساني، أراضي الغابات والأشجار الحرجية، أراضي الأعشاب والمراعي، الأراضي الرطبة المبتلة، المستوطنات البشرية. هذا نوع ثاني، الثالث، الرابع، الخامس كما ذكرنا. تحول استعمالات الأراضي بفعل نشاط البشر من 1700 الآن، يعني لمحة تاريخية سريعة، استعمال كيف تحول استعمال الأراضي بفعل نشاط البشر من سنة من عام 1700 إلى 1989. هذا الآن تخصيص طبقة الأرض، هنا زراعة بعلية، زراعة مروية، غابات مغلقة، غابات مفتوحة وأراضي الخشب، أعشاب ومراعي مجففة بواسطة السحب، الأراضي اللي هي أراضي جففت بواسطة السحب، يعني سحب الماء منها، زي مثلا منطقة بحيرة الحوري في فلسطين، قامت يعني الصهاينة قاموا بسحب المياه وحولوها إلى أراضي سكنية وزراعية. بعدين الآن ننتقل إلى مستوطنات بشرية ومستوطنات ريفية. هنا هذه الأعوام اللي لاحظون 1700-1800 قبل الزراعة التجارية، هاي قبل الزراعة التجارية، الآن الغابات المغلقة وهنا غابات مفتوحة وأراضي الخشب قبل الزراعة، هذا الزراعة التجارية معنى آخر، قبل أن تستخدم الأراضي لزراعة تجارية بكميات كبيرة وتصدر أو تباع في الأسواق. هنا أعشاب ومراعي 1700، المساحة كانت زراعة بعلية بمليون كيلو متر مربع 2.65، هنا أقل من المروية، لاحظوا المساحة أقل من مليون كيلو متر مربع، غابات مغلقة 46 مليون وزيادة 0.8، هنا غابات مفتوحة وأراضي الخشب تستخدم لقطع الأعشاب ويعني صناعة الأثاث والأشياء الخشبية منها 61 مليون ونص كيلو متر مربع، أعشاب ومراعي تقريبا 69 مليون كيلو متر مربع. هاي السنة التي يعني الآن أجريت فيها هذه الإحصاءات. المساحة الآن كما ذكرنا هنا ونسبة التغير، لاحظوا لي نسبة التغير، لاحظوا لي كيف كانت سنة 1700 هنا، أما سنة 1980 حتى 1990 كيف أصبحت، لاحظوا لي قلصت الآن، زادت الزراعة البعلية من تقريبا 3 ملايين كيلو مربع إلى 15 مليون. طبعا عندما كانت 1700 الآن 1980، يعني بتحكي 280 سنة الآن فرق. سنة 1800 كانت الزراعة المروية أقل من مليون، أصبحت مليونين. الزراعة قبل الزراعة التجارية الغابات المغلقة كانت 42 أو 46 مليون، أصبحت 39 مليون، يعني زائد شوي هنا وزائد شوي هنا. الغابات المفتوحة قبل الزراعة التجارية تحدث برضو عن فترة 1700 كانت 61.5 مليون، الآن أصبحت 52 مليون. والأعشاب والمراعي كانت الآن 68.6 مليون، الآن أصبحت 67، ثم انخفضت هنا المجففة، انخفضت لم يكن هنا يعني محصائيات عنها، أصبحت الآن أراضي مجففة مساحتها 1,600,000 كيلو مربع، هنا 2.5 مليون تقريبا، وهنا 2 مليون المستوطنات البشرية الريفية، هنا المستوطنات البشرية في المدن. هنا طبعا انخفاض فيها، فنسبة التغير لاحظوا لي 466%، هنا 2400% الفرق بين هاي الكمية وهاي الكمية، هذه المساحة وهذه المساحة، وهنا هنا زيادة زيادة، هنا انخفاض انخفاض، مع
أحضر بين هذا وهذا 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 الانخفاض إلى 15% و14%. دعنا نسمم نموذج يوهان فون ثونن. يوهان فون ثونن اللي هو في استعمالات الأراضي في العام 1826 طور فون ثونن نظرية حول استعمالات الأراضي في الأنشطة البشرية المتعلقة بالسكن والزراعة. ولم يدعي ثونن بأن نظريته قابلة للتعميم بدون قيود، لكنه وظفها في اكتشاف القوانين التي تحكم أسعار السلع الزراعية، ومن ثم في فهم نمط استعمالات الأراضي. وقد واجهت أفكاره انتقادات من علماء المهتمين، لكنها بقيت قيد الاستعمال إلى هذه اللحظة، وبخاصة في الجغرافيا والاقتصاد الفضائي اللي هي Spatial Economics ونظرية الموقع. قسم ثونن استعمالات الأراضي إلى 5 أنواع أو استعمالات من الفضاءات كما يلي. أول واحد الآن يتركز البشر في مستوطنات حضرية كالمدينة، لا يمارسون فيها نشاط الزراعة بالمعنى التقليدي. 2 يطوق المدينة حزام من الأراضي التي يستخدمها أصحابها في الزراعة المكثفة Intensive Agriculture. 3 يلي طوق أراضي الزراعة المكثفة طوق الأراضي الحرجية والغابات. 4 ثم تأتي الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب Greens، وأخيرا فضاء تربية الحيوانات. لاحظوا هنا هذه المدينة، إذن هنا زراعة مكثفة، هنا غابات، هنا حبوب، وهنا تربية الحيوانات. نكمل على بركة الله. العوامل المؤثرة في الإنتاج الزراعي الغذائي من المهم أن ننظر إليها، وضعناها في جدول الآن. هذه العوامل أرجو الرجوع إلى الكتاب أو وقف يعني حركة المقطع هذا عند هذه الشريحة حتى تدقق حبيب الطالب والمتابع. الآن وفرة أو ندرة الأراضي تخصيصها، هاي من العوامل، نوعية التربة، وفرة ندرة المياه العذبة، توافر الأسمنة، إمكانية إنتاج أجيال ونوعية جديدة من نبات الحيوانات، توافر ومدى استعمال المبيدات الحشرية ومكافحة الآفات الزراعية. هنا البعد الإيجابي مذكور لكل واحد منها، وهنا البعد السلبي لكل واحد منها. أرجو الرجوع إلى الكتاب ومشاهدة هذا المقطع لأكثر من مرة ووقف الشريحة هذه حتى تدقق بالمعنى. تتمت العوامل المؤثرة في الإنتاج الزراعي. هذا الآن إمكانية استغلال المسطحات المائية بأنواعها المختلفة في إنتاج بعض أنواع الغذاء. العوامل المناخية مجتمعة، السيطرة على تلوث الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة والمسطحات المائية، عدد السكان، نوعية المؤسسات الشكلية ولا شكلية. هذه الإيجابيات وهذه السلبيات. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة لكم جميعا أحبتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.